بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها السادة، في الأيام الماضية قد تكلمنا عن الأشياء الأساسية البدائية لتعليم اللغة العربية، وفي الدرس الماضي قد بدأنا الكلام حول الموضوع تسهيل اللغة العربية وتحبيب اللغة العربية، وبسبب قلة الوقت قد أنهينا اللقاء الماضي، وقد بقي بعض الأشياء، فأولا أرى من المناسب أن أكملها ثم نتقدم إن شاء الله عز وجل في الأمر المهم من تقسيم اللغة العربية، وهو كيفية تنمية مهارة القراءة والمطالعة في الطلاب، أو كيف نقوم بتنمية مهارة القراءة والمطالعة في الطلاب. فلو بقي الوقت فنبدأ هذا الموضوع أيضا إن شاء الله اليوم. فكنا نتكلم ونتذاكر حول خصائص اللغة العربية ضمن تحبيب اللغة العربية، ومن تلك الخصائص: العربية لغة الحكمة والبيان. العربية لغة الحكمة والبيان، وفي هذا الصدد قد نقل عن الفارابي رحمه الله أن هذا اللسان كلام أهل الجنة، وهو المنزه بين أهل الألسنة عن كل نقيصة، والمعلى من كل خسيسة. ولذلك كانت هذه اللغة سيدة اللغات كمالا وجمالا وقوة ومرونة وحيوية وقلبا وقالبا. فهذا يقول الفارابي رحمه الله في ضمن هذه الخصيصة. وبعد نأتي إلى الميزة التالية: فضل العربية في تأليف قلوب الناطقين بها. فضل العربية في تأليف وتجميع قلوب الناطقين بها. ولذلك هنا ذكر أن للعربية فضل كبير في تأليف الناطقين بها وتقريب مشاعرهم وتجاذب وجدانهم مهما اختلفت أو تباعدت السياسات العليا لدولهم. أي العرب هم بسبب العربية سواء كانوا في أي مكان، فلذلك نرى أن الناس من دول مختلفة ومناطق مختلفة، وبينهم خلافات واختلافات، ومع ذلك حينما يجتمعون في أي مكان فهم يجمعون على شيء واحد بفضل اللغة العربية. اللغة العربية تجمعهم، وليست هنا أي علاقة أخرى تجمعهم في ذلك الوقت سوى علاقة اللغة. وهذا نرى فيما بيننا أيضا، أي لو نذهب إلى أي مكان لا نرى هنا أي شخص يتكلم بلغتنا، وفجأة وجدنا رجلا يتكلم بلغتنا فنحن نحس بالفرح والسرور ونتكلم معه ولو لم تكن أي حاجة.
فهذه علاقة اللغة، وعلاقة اللغة العربية أكثر من كل العلاقات، لأن اللغة العربية توجد في كثير من الأماكن بسبب وجود دين الإسلام وبسبب وجود المسلمين. ولذلك يمكننا أن نقول ليست هنا أي لغة أخرى توجد على وجه الأرض مثلما توجد اللغة العربية. في أي مكان ذهبنا رأينا هناك ولو مسلما أو قرية صغيرة للمسلمين أو منطقة صغيرة للمسلمين، ولكن يمكننا أن نجد هناك رجلا يتكلم باللغة العربية. فهذا هو فضل العربية في تأليف قلوب الناطقين بها. ولا فرق في هذا بين العرب والعجم، فقط التكلم والنطق بالعربية، هذا يكفي لهذه القصيصة. وبعد، تأثير العربية في اللغات الأخرى، تأثير العربية في اللغات الأخرى، وهذا شيء لطيف جدا، ويمكننا أن نقدم مثال اللغة العربية في هذا المجال. فهنا أيضا قد ذكر أما تأثير العربية في غيرها من اللغات فحدث عن البحر ولا حرج. فمن مظاهر تأثيرها في اللغات الأخرى أن كثيرا من اللغات مثل الأردية والبنجابية والبشتو والماليزية والكانوري والهوسة وفيل في السنغال تستعمل الرسم العربي للحروف في كتابتها. هذه اللغات على سبيل المثال، وهناك لغات أخرى كثيرة تستعمل الرسم العربي للحروف في كتابتها. كما أن العبرية أي العبرانية بها آلاف الكلمات العربية التي تنطق باختلافات طفيفة عن نطقها العربي. كما أن للعربية تأثيرها الكبير في اللغات الأوروبية، ففي الأسبانية مثلا يوجد ما يربو عن 506,000 كلمة من أصل عربي. كما أن معظم الكلمات الإسبانية المبدوءة بالألف واللام هي من أصل عربي. ولذلك لو ندرس كتاب للعلامة المفتي تقي العثماني حفظه الله ورعاه، أي نطالع أحوال رحلاته جهان ديدا ودنيا مرآجي وما إلى ذلك، فهو أي خاصة رحلة أسبانية، فهو ذكر الألفاظ الكثيرة إلى الآن تبدأ بالألف واللام. ويمكننا أن نوازن في هذا الموضوع اللغة العربية باللغة الإنجليزية كذلك. وهناك ألفاظ كثيرة تستعمل في اللغة الإنجليزية أصلها من العربية. على سبيل المثال cotton فأصله قطن، وكذلك sugar أصله سكر، وكذلك camel أصله جمل، وكذلك cat أصله قط أو قطة، وأرض أصله أرض، وكوب كب أصله كوب. وحتى حينما كنت أدرس حول هذا الموضوع فرأيت هناك كتاب باسم 10,000 كلمة إنجليزية أصلها عربية، 10,000 كلمة إنجليزية أصلها عربية. يمكننا أن نطالع هذا الكتاب عبر الشبكة للدكتور سليمان أبو غواش، وهذا الكتاب صنفه 10,000 كلمة إنجليزية، وهو ذكر هذه الألفاظ كلها بالتفصيل. وهذا الشيء موجود في اللغة الأردية كذلك، لأن الأردية خرجت من اللغات المختلفة ومن بينها اللغة العربية، وهذا الشيء يفيدنا في تسهيل اللغة العربية كذلك. هذا الشيء يفيدنا في تسهيل اللغة العربية كذلك. يمكننا أن نقول للطلاب المبتدئين اللغة العربية مثل الأردية. للطلاب الصغار وللطلاب المبتدئين يمكننا أن نقول اللغة العربية
مثل الأردية، لأن هناك عدد لا بأس به من الألفاظ والكلمات تستخدم في اللغة الأردية، وليس لنا إلا استخدام الألف واللام أو التنوين، مثل المصطلحات الدينية الإسلامية من صوم وصلاة والحج والزكاة والمسجد والمدرسة وما إلى ذلك. فالذين يستخدمون اللغة الأردية، أي لغتهم الأم اللغة الأردية، أي التعلم لهم اللغة العربية سهلة بالنسبة لمستخدمي اللغات الأخرى. على سبيل المثال، حينما كنت في ولاية كيرلا فلغتهم المالابارية، فلهم صعوبة كبيرة ليستخدموا اللغة أو يستعملوا اللغة العربية، لأن هناك فرق كبير بين الألفاظ والمفردات. ولكن الذين يستخدمون اللغة الأردية كاللغة الأم، تعلم اللغة العربية لهم سهلة. وبعد نأتي إلى نهاية في هذا الكلام، وهو وإذا ذكرنا هذا الشيء فلا نحتاج إلى أي شيء بعد، وهو الخصيصة الكبرى والشرف الأعظم للغة العربية أنها لغة القرآن الكريم. حينما الطفل الصغير هو قد عرف واعترف بحقيقة القرآن، فلا صعوبة لنا أن نفهمه أهمية اللغة العربية. وهذا تعليم اللغة العربية للطلاب الذين حفظوا القرآن الكريم أكثر سهولة، لأن الألفاظ محفوظة في أذهانهم، فقط علينا أن نبين معانيها. ولذلك قد رتبت كتابا باسم إلى اللغة العربية لطلاب الصفوف الابتدائية. أي عامة نحن نواجه هذه الصعوبة حينما نخرج ونذهب إلى المدارس العصرية، فهم يعترضون علينا أننا ندرس اللغة الإنجليزية ونعلمها الطلاب، فهم يستطيعون أن يتكلموا بها أو يستخدمها في أيام أو شهور أو سنوات على الأكثر. ولكن طلاب المدارس العربية هم يدرسون اللغة العربية إلى سنوات، ومع ذلك هم لا يستطيعون يتكلموا باللغة العربية. ففي هذا الكتاب، ورتب هذا الكتاب للطفل الصغير الذي يلتحق بالمدرسة في أول يومه، وهذا الكتاب يشتمل على دروس سهلة، والدرس الأول يبدأ من الألف، أي من الحروف الهجائية يبدأ. فقد استخدمت فيها الألفاظ التي تستخدم في اللغة الأردية كذلك، مثل من ألف الله، ومن باء باص، ومن تاء تاج، ومن ثاء ثمر، هكذا من قاف قلم، ومن كاف كتاب، ومن ميم مسجد إلى الأخير. فحينما نقدم هذا الكتاب إلى الطفل الصغير، فهو يرى أن العربية مثل الأردية، ولا يواجه صعوبة كبيرة في تعلم اللغة العربية. فمن هذه الناحية أيضا يمكننا أن نعمل في هذا المجال. وحينما الله تبارك وتعالى جعل اللغة العربية لغة القرآن، وقال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي الله تبارك وتعالى قد ضمن بحفظ القرآن الكريم. وهذا لا ينحصر فقط في حفظ حروفه وكذلك في صفحاته وما إلى ذلك، بل هذا يشمل على حفظ اللغة العربية كذلك. هذا يشمل على حفظ اللغة العربية كذلك. ولذلك نرى أن اللغات الكثيرة التي كانت تستخدم في قديم الزمان وكانت رائجة وشائعة، والناس كانوا يستخدمونها في عدد كبير، في هذا الوقت قد درست وانطمست، ولو بقيت فبقيت فقط في صورة الخزانات في المكتبات.
ولكن اللغة العربية موجودة من قبل الإسلام، وحينما جاء الإسلام فازدادت حيوية، فازدادت في كل مجال. وهناك أصحاب اللغات والألسنة والماهرون في هذا المجال في علم الألسنة، هم يقولون أن كل لغة تتغير شيئا بعد 30 سنة، وتتغير تماما بعد 100 سنة. ولذلك لو نأخذ أي كتاب باللغة الأردية ألف قبل 100 سنة لو ندرس، فعلينا أو نعطي أي طالب صغير أو طفل طالب مبتدئ وهو يقرأ العبارات الأردية، ولكن مع ذلك حينما نقدم إليه ذلك الكتاب فهو يحتاج إلى القاموس في اللغة الأردية واللغة الإنجليزية كذلك وكل لغة كذلك. ولكن اللغة العربية يمكننا أن نطالعها ونطالع كتبها وموادها كما كان السلف كانوا يطالعون في قديم الزمان. ولذلك نرى أن علماءنا اهتموا اهتماما بالغا باللغة العربية في كل زمان وفي كل مكان. ولا نتكلم عن علماء العرب، يمكن لو نتكلم عن علماء العرب فيقول أي واحد لأن كانت هذه لغتهم. علماء العجم أيضا، علماء العجم أيضا كانوا أشد اهتماما باللغة العربية. وحينما نرى في المكتبات للغة العربية فنرى أن القواميس المطولة والمعاجم الضخمة كلها من مصنفات علماء العجم، أو معظمها من مصنفات علماء العجم. حتى علماء مصر هم يعترفون بهذه الحقيقة ويقولون معظم المعاجم ألفها الأعاجم، معظم المعاجم ألفها الأعاجم. وشيء عجيب لو نفكر في تاريخنا الإسلامي، وخاصة لتاريخ علمائنا العجم، فنرى شيئا عجيبا أن علماء العجم مع أنهم كانوا في أي منطقة بعيدة عن الجزيرة العربية والبلاد العربية، وكانوا مشتغلين في أعمالهم وإنجازاتهم في لغاتهم المحلية، ولكن حينما أرادوا أن يقوموا بعمل عظيم وبأمر جليل فاختاروا اللغة العربية. والأمثلة كثيرة، على سبيل المثال الإمام الغزالي رحمه الله كان من فارس، والظاهر أن اللغة هو الفارسية، ولكن حينما صنف كتابه الشهير إحياء علوم الدين فصنف ورتب بالعربية. بل نفهم جيدا ونلتز حينما نطالع من المصنفين القدماء يعني أسلوبهم ولغتهم. أي نعم، هذا أي، وكذلك الذين رتبوا الصحاح الستة كلهم من العجم. وكذلك لا نذهب، لو لم نذهب إلى الخارج، إلى خارج الهند، ونرى في الهند وعلماءنا في الهند، فعلى سبيل المثال الإمام الشاولي الله الدهلوي رحمه الله في ذلك الزمان كانت اللغة الفارسية كانت رائجة، بل كانت هي لغة حكومية في ذلك الوقت. ولكن مع ذلك حينما قام بكتابه القيم حجة الله البالغة، وأنا أقول أقام حجة الله على الأرض، فهو صنف بالعربية. وفي الزمن الأخير العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله صنف كتبا كثيرة، ولكن عامة كان يصنف الكتب بالعربية وبعد ذلك تنقل إلى اللغات الأخرى. حتى كتابه الشهير ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، هو رتبه باللغة العربية أولا وبعد ذلك ترجم إلى اللغات الأخرى. فنرى أي نفهم من هذا أن الذين يتعلقون أي كما اللغة العربية لغة خالدة
خلود القرآن الكريم. فالذين يتعلقون باللغة العربية فيكون لهم الخلود إن شاء الله كذلك. فلذلك نرى أن هؤلاء العلماء لا شك أن هناك كان علماء آخرين في ذلك الزمان، ويمكن أنهم صنفوا مصنفات مثل ذلك أو قريبا من ذلك، ولكن هم صنفوا تلك اللغات باللغات المحلية. فالآن تلك الكتب هم صنفوا باللغات المحلية، فالآن تلك الكتب في المكتبات فوق الأرض، أو يمكن كثير منها تحت الأرض. الكتب الفارسية التي ألفت في ذلك الزمان لا شك يمكن أن تكون هناك كتب مهمة جدا، ولكن والذين صنفوا بالعربية، فلو نذهب إلى البلاد العربية فنرى علماء العرب هم يقولون أنا أدرس كتاب إحياء علوم الدين، أنا طالعت كتاب حجة الله البالغة، أنا أستفيد من كتاب ماذا خسر العالم. وهذه القصة معروفة، أن الشيخ أبا الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله كان مرة في الحرم، والخطيب اقتبس عبارة من كتابه. ولو تكون لو يكون هذا الكتاب في اللغة الأخرى لا يعتنى به مثل هذه العناية. فهذا الشيء أيضا يكون حافزا لنا. ولذلك أنا أقول أن خدمة اللغة العربية شرف لنا، خدمة اللغة العربية شرف لنا وفخر لنا واعتزاز لنا. واللغة العربية لا تحتاج إلينا، اللغة العربية لا تحتاج إلينا، بل نحتاج إلى اللغة العربية، لأن الله تبارك وتعالى قد حفظها من كل سوء ومن كل مكروه. لو لم يكن حفظ الله عز وجل لا يمكن أن تبقى اللغة العربية إلى يومنا هذا. ولو نرى تاريخ الكيد والمكيدة حول اللغة العربية فهذا الشيء يكون واضحا. ولكن مع هذه الخصائص ومع هذه الميزات التي ميز الله تعالى بها، هناك قلة عنايتنا باللغة العربية، أي عناية عامة المسلمين. ولو نرى تاريخ المدارس والجامعات فنرى هذا الشيء أيضا، أن مدارسنا وجامعاتنا لهم دور بارز في حفظ اللغة العربية، وخاصة في البلاد الهندية. بل أقول أن الله تبارك وتعالى قد اختار هذه المدارس والجامعات لحفظ اللغة العربية في هذه الديار. والواضح لو لم تكن هناك هذه المدارس والجامعات هذا كان صعبا أو أمرا عسيرا أن تبقى هذه اللغة في هذه الديار. ولذلك عدد كبير للكتب التي أدخلت في المقررات الدراسية من أسلافنا، هذا أيضا يدل أنهم كانوا أشد اهتماما باللغة العربية. وكل أمة تفكر عن لغتها، اللغة العربية لغة مثل اللغات الأخرى في هذا العالم، فمن يفكر عن هذه اللغة؟ هل هناك أمة أخرى تفكر عن هذه اللغة؟ لا تفكر، بل نحن الأمة الإسلامية هي التي تفكر عن اللغة العربية. ولو نرى في تاريخ اللغات الأخرى فنرى هناك على سبيل المثال اللغة العبرانية. نعرف جيدا أن قبل 40 سنة أو 50 سنة لم يكن هنا على وجه الأرض عدد يعتبر يستخدمون اللغة العبرانية في كلامهم، ولكن في هذا الوقت هم اهتموا اهتماما بالغا بلغتهم الدينية، حتى أسسوا المدارس
وأسسوا الجامعات، والآن صارت اللغة العبرية أو العبرانية من أهم اللغات في العالم. وكذلك اللغة الفارسية، اللغة الفارسية مع أن هذه اللغة لا تستخدم في الهند في هذا الوقت إلا قليلا، ومع ذلك يمكن هذا الشيء عجيب لنا ولكم، أنهم في هذا الوقت أيضا في البلاد الكبيرة في المدن الكبيرة هم يقيمون المسابقات للغة الفارسية. وكذلك لا نذهب لا ليس لنا أن نذهب إلى خارج الهند لو نفكر في اللغة السنسكريتية. فقبل سنوات كانت هذه اللغة لا تستخدم إلا في بعض المعابد الهندوكية، ولكن الآن هم بدأوا يهتمون بها وأقاموا المؤسسات وكذلك أقاموا المعاهد لتعليم هذه اللغة. فكل أمة تفكر عن لغتها، فعلينا أن نفكر عن لغتنا. وهناك شيء طريف، أن بعض العلماء هم يقولون أن اللغة الأم لكل مسلم اللغة العربية، اللغة الأم لكل مسلم اللغة العربية. والدليل الذي يستدلون به أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ولغة أكثرهن اللغة العربية، فهكذا اللغة الأم لكل مسلم اللغة العربية. فحينما نعترف بهذه الحقيقة فصارت اللغة العربية اللغة الأم، لغتنا الأم. ولذلك لو نتصفح صفحات التاريخ فنرى هذا الشيء أيضا، أن الإسلام حينما انتشر وخرج من الجزيرة العربية ووصل إلى البلاد العجمية، فهناك كان قسمين للذين اعتنقوا بالإسلام. قسم اعتنقوا بالإسلام واكتفوا بذلك، وقسم مثل نحن اعتنقنا بالإسلام، ولكن هناك قسم آخر اعتنقوا بالإسلام دينا واعتنقوا باللغة العربية لسانا، واعتنقوا باللغة العربية لسانا. فالنتيجة الآن كان في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت كانوا من العجميين، والآن هم صاروا من العرب. أهل المغرب، مراكش ومنطقة المغرب المغاربة كانت لغتهم البربرية وما إلى ذلك من اللغات المحلية، ولكن حينما وصل الإسلام إلى ديارهم وإلى بلادهم فاعتنقوا الإسلام دينا واعتنقوا اللغة العربية لسانا. فالآن هم صاروا من العرب. الآن لو يأتي أي واحد من هناك فنقول شيخ عربي قد جاء إلينا وقدم إلينا وشرفنا بقدومه الميمون. ومرة كانت لنا محاضرة من عالم اسمه الشيخ أبو الحسن المغربي من المغرب، رتبنا محاضرته فهو قدم حول هذا الموضوع، أي كيف ما هو السبب انتشرت اللغة العربية في ديارهم وبلادهم. فهو قال شيئا عجيبا، أن عندهم ماذا؟ الخطبة تكون بالعربية وعلى السامع أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم الخطبة. فالنتيجة أنهم تعلموا اللغة العربية واهتموا باللغة العربية، والآن صاروا من العرب. ولذلك يقال العربية للجميع، العربية للجميع، من تكلم بالعربية فهو عربي، لأن اللغة ليست نسلا ولا نسبا، بل اللغة استخداما واستعمالا، فالذي يستخدم فهو عربي. فالعربية للجميع، من تكلم
بالعربية فهو عربي. فهذه بعض الأشياء التي يمكننا أن تكون مشجعة في هذا المجال في تحبيب اللغة العربية إلى الطلاب. وكذلك الشيء الأخير، هناك أشياء عجيبة في حروف اللغة العربية كذلك، وفي ألفاظ اللغة العربية كذلك، قد تكلمنا عن بعضها. ومن تلك الأشياء أن بعض الحروف حينما اجتمعت في أي كلمة تدل على معنى معين. بعض الحروف حينما تجتمع في أي كلمة تدل على معنى معين. على سبيل المثال، كل لفظ يأتي فيه حرف السين والراء يدل على السر والكتم والكتمان. كل لفظ يجتمع فيه السين والراء، فهذا مثل السر والسرير وسرق وما إلى ذلك. وكذلك كل لفظ يجتمع فيه يبدأ بحرف فاء، كل لفظ يبدأ بحرف فاء فهو يدل على الأزوح والبيان. كل لفظ، كل كلمة تبدأ بحرف فاء تدل على الوضوح والبيان، مثل فتح فسق هكذا من البداية إلى النهاية. فهذه أيضا أشياء مهمة يمكننا أن نهتم بها ونطالعها، فنرى أشياء عجيبة وطريفة وغريبة يمكننا أن نستفيد منها نحن أيضا، ونقدم إلى طلابنا كذلك، فهم إن شاء الله يتقدمون في هذا المجال بسرعة فائقة وفي مدة قليلة. وأكتفي بهذه الكلمات، وسننقل موضوع اليوم إلى الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.